وبركاته. اهلا وسهلا فيكم من جديد في قناتي مع كتاب وحلقه جديده لهذا اليوم. اتمنى انها تنالك على روايه منيره من النزهه للمؤلف الكويتي الشاب محمود شاكر محمود ومن اصدارات دار نوفا بلاز. عدد صفحات الروايه 180 صفحه. قبل لا اتكلم عن الروايه حاب تشاهدون ياي شنو علاقة هذا الفيديو بالرواية؟ خلونا نشوف. فكرة الرواية أنها مبنية على نوع معين من الأمراض النفسية الغريبة والنادرة واللي يسمى متلازمة ألس في بلاد العجائب. هذا المرض هو اللي مصابة فيه البطلة القصة منيرة. فشلون؟ تدور أحداث الرواية في 21 فصل، وكل فصل والثاني يكون هناك نوع من التشتيت لعدم وجود ترابط في الأحداث الزمنية، وهو اللي أساساً عرض من أعراض هذا المرض. ويكون القارئ في خلال قراءة الأحداث في تخبط وسؤال يجول دائماً أكيد في باله القارئ وهو تجاه الأحداث، فنتعرف من خلاله على مراحل عاشتها منيرة من زواجها من شربل المسيحي وعلاقتها به ولوين تطورت وعملها كمدرسة أحياء وماضي علاقتها مع والدها، ثم مرحلة دخولها للسجن وكذلك مرحلة دخولها للمصحة وأخيرا النهاية. هذه كلها الأحداث حقيقية؟ هل كانت هذه الأحداث خيالية أم أنها كانت مزيج من الخيال والحقيقة؟ عجبني بالرواية الفكرة بطرح مرض نفسي في قالب الرواية. فكرة النهاية المفتوحة في الرواية والتي تتناسب مع أجواء هذا النوع من الأمراض اللي يعتبر نوعا ما من الأمراض المستعصية، رغم تحفظي على الأسلوب اللي تم في عمل هذه لم يعجبني بالرواية. واحد، تداخل عدد من المواضيع الاجتماعية المعاصرة واللي كل موضوع منها بحد ذاته يحتاج إلى رواية منفصلة، فكان التشتيت واجد كبير. عدم وجود تسلسل أحداث زمني مقبول ومستساغ في الرواية. فمثلا لو كان اخترق المؤلف وجود شخصية تسرد الأحداث الزمنية لبطلة هذه الرواية، إن كان يعني من الصعوبة أن هي تسردها بطريقة صحيحة لكان ثلاثة، ضعف العام في الحوارات بين الشخصيات واقتباسات ركيكة موجودة في عدد من الصفحات ما لها داعي. ورابع شيء هو ضعف في جميع شخصيات الرواية. ما أدري من فيهم حقيقي أو لا، ولكن ما عجبتني خصوصا شخصية البطلة في الرواية. من خلال السلبيات الأربعة اللي ذكرتهم من شوي، أصبح نصيب الرواية من التقييم نجمة واحدة، وهذه النجمة كانت من نصيب فكرة الرواية. فحصلت معي الرواية هذه 1/5. هذا كان كله عندي الحلقة اليوم. أتمنى أن تكونون استمتعتون بهذه الحلقة، وإن كان أحد قرأ الرواية وله رأي مختلف بعدهم كذلك أتمنى أن يشاركنا برأية، وعلى أساس أن يكون عندنا أكبر حصيلة من المشاركات على هذه الرواية الجديدة واللي أثارت بعض اختلافات في التقييمات عليها. ولهني نوصل إياكم لختام الحلقة، ونتمنى نشوفكم إن شاء الله في حلقة قادمة.